السلام عليكم، معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي إف. اليوم راح أعلمكم طريقة كيف تحتفظ بالإيقاع مع الإفكتات ومع الليفل في الريجستريشن ميموري، لأن في ناس تقول أنا أضبط وأسوي وأسيف الإيقاع في اليوزر والأصوات في اليوزر، ولما أجي بعدين أبغي أستخدمهم الإفكتات والتضبيطات كلها تروح علي. زين، كيف تختار؟ اول شيء نبدا بالايقاع. الايقاع طبعا تختار من هالمجموعه، طبعا انا اشرح للاس اكس 900 لان حاليا ما يحضرني الاي 5000. طبعا نفس الطريقه بالضبط، بختار مثلا هذا الدانس، تروح عند المجموعه وتختار الايقاع اللي انت تباه. بختار البارتي هذا، تختار الايقاع. بعد ما تختار الايقاع تروح على زرار الميكسر وتفتح معاك الصفحه هاي، تختار الستايل لانك انت تبغى تضبط ليفل الستايل. تروح هني تشوف هاي كلها عندك، تروح عند اخر شيء اللي هو البان والفوليوم، وتضبط عندك الحين الفوليوم مال التراكات الثمانيه الخاصه بالايقاع. تبغي ترفع البيز، تخلي امية، تخلي اللي تخليه على حسب ما تبغى. زين، بعدين تروح عند الافكت، تبغي تسوي ديلي، تبغي تسوي حق التراك نفسه فلينجر ديلي، هاي الاشياء. بس راح مثلا اني بخلي عند التراك اللي هو الريثم رقم 2 بسوي لي ديلي. لاحظ معايا تردد. باجي عند الكورس والريثم، راح اعمل لنفس التراك اللي هو الريثم او البيز مثلا، راح اعمل اشوف بختار فلينجر. نشوف هني في الريفيرب، راح اروح اختار له مثلا للبيز بختار له ريل لارج بليت مثلا. اخترت هذه الخدمة، اروح هني واروح اعمل له، روح بتروح مثلا عند التراك رقم 3، تختار التضبيطات اللي تباها من الافكتات اللي انت تباها. تفتح معاك الصفحة، بروح عند الليجسي، تعمل لي مثلا تختار اي شيء روم، بختار ستيج 4، وتروح تطلع وتتحكم في خدمة الستيج 4، تختار الليفل مالها. شوف بعد ما تضبط هاي التضبيطات كلها، كيف الحين تخزن؟ ضبطت الحين الايقاع بالافكتات بكل شيء بالفوليوم، تروح عند كلمة ميموري، تضغط عليها ضغطة واحدة تطلع لك هاي الصفحة. هاي الصفحة تعمل تك على الخدمة اللي انت تباها، يعني شوف الحين عندك الريجستريشن ميموري عاطنك انك انت شو تبغي تفعل الخدمة، الفويس، التيمبو، اللاين اوت، الترانسبوز، انت اللي تباها الخدمة تعملها تفعلها هني، تبغي تفعلها في الريجستريشن ميموري. انا الحين عندي الستايل، شوف تك على الستايل، عملت تك. اوكي، تطلع لك الصفحة هاي، لا تهتم، تضغط على رقم 1، خلاص انت سيفت هذا الايقاع بالتضبيطات على رقم 1. الحين تروح تختار ايقاع ثاني، بروح مثلا عند ال مجموعة العربية الاورينتال اللي منزله، بروح هني مثلا بختار الصعيدي الدانس، هذا الصعيدي الدانس. زين، تروح عند الميكسر، تفتح الستايل، تروح عند تحت عند الفوليوم. الحين انا ابغي ارفع الجيتار مثلا، الجيتار هاي على 27، برفع على كم؟ اسمع، على 100. الايقاع هاي على 50، برفعه. لاحظ معي نفس الطريقة. بعد ما تخلص وتروح على الافكتات او تروح على الايكولايزر، على الفلتر، وتضبط التراكات الثمانية، تروح نفس الشيء تضغط على كلمة ميموري رقم 2 على طول، ميموري 2 انت خزنت الحين. وبالطريقة هاي تخزن الايقاع بالافكتات عندك 8 لغاية 8. طبعا كلكم عارفين كلمة الفريز شو، اذا الفريز مضغوط عليها زرار الفريز شغال، يشتغل معاك ايقاع واحد مع اصوات مختلفة، بدون الفريز يشتغل معاك الاصوات مع ايقاعات مختلفة. طيب الحين كيف تخزن اللي انت عملته، شغلك اللي عملته؟ شوف عندك هني زرار الناقص والزايد مكتوب عليهم ريجست بانك، تضغط عليهم الاثنين مره واحده مع بعض،
تضغط عليهم ضغطة واحدة تفتح عندك الصفحة هاي خاصة بالرجست، طبعا على طول هو جاي في اليوزر. تيجي هني فوق عندك المنيو وعندك الفايل، انت تيجي عند الفايل تبغي تخزنهم دايركت تخزنهم، تبغي تحطهم في فايلات في فولدر تعمل فولدر، انا اشوف احسن تختار، بختار فايل اعمل نيو فولدر بسميه مثلا سامي واحد، سامي واحد اعمل اوكي. شوف استوى عندك فولدر، داخل الفولدر تفتحه وتسيف الايقاعات اللي انت عملتها. بعد تقدر تعمل هني بالايقاعات تسميهم اسم، بس الحين ما نبغي بالطريقه، بسميهم شو مثلا، بسمي الحين هني سيف، سيف هير، نعم طلع لك باسم ار ار تي هذا القبلي، انا بفتحه بسميه مثلا زين ان بي دي كمثال، بسوي بعدين اوكي. شوف انت الحين سيفت الايقاعات الثماني باسم ان بي دي، داخل نرجع فوق بالسهم داخل فولدر سامي واحد، بهاي الطريقة انت خزنت. الحين نطلع نبند الكيبورد، بند الكيبورد، نرد نشغل الكيبورد مرة ثانية. الحين راح نعمل شو؟ راح نروح على الريجست بانج ونستدعي هذيل الايقاعات اللي انتم مضبطينهم بالافكتات في اي وقت انت تبغى. شوف معايا، فتح الكيبورد نفس الطريقة، تروح عند الزايد والناقص تستدعي الفايل، تروح تضغط عليهم ضغطة واحدة يحولك شوف ان ام بي دي على طول فتح، لان عندك فايل واحد فهو فتح على طول في الان بي دي اللي هو لو ترجع فوق في سامي واحد للفولدر هذا ان بي دي. لاحظ معايا الحين هذا رقم واحد، شوف بالايقاعات بالديلي بكل شيء. الليفل تبغى تتاكد ان الليفل مثل ما هو، تروح على الميكسر شوف، تروح ستايل شوف نفس الليفل 103 و 196 نفس الطريقة. شوف بروح عند رقم 2 الصعيدي اللي اخترته، شوف بنفس الطريقة، شوف كان 97 الايقاع. بهاي الطريقة انك انت تخزن الثمان ايقاعات بالافكتات باللي تباها بالاصوات، ومتى ما تبغى ترجع تستدعيهم. هاي الطريقة الأولى، وبعطيكم الحين الطريقة الثانية.